السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الفرقة الثانية كلية تجارة جامعة كفر الشيخ، هنكمل مع بعض النهاردة محاضرة الاحتمالات probability of life and death. كنا أخذناها نظري، هنكمل النهاردة مثال عملي. ناخد مع بعض example 5. If the mortality table data about age from 40 to 50 years old as. لو انا عندي المجموعة من الوفيات اعمارهم كانت من سن الاربعين لغاية سن الخمسين، الداتا بتاعتهم او البيانات بتاعتهم كانت كما يلي. عندي الاتش اللي احنا رمزناه له بالرمز اكس، 41 42 43 وهكذا. عندنا number of living 1987 وهكذا. فعندنا الأعمار كانت من بداية سن الأربعين لغاية الخمسين، وعندنا العدد، عدد الأحياء number of living عند كل سن. طيب بنشوف اللي المطلوب عندنا find، اوجد ايه بقى عندنا هنا. مطلوبين هم what's the meaning of the following symbols. فهنا طالب عندي اول حاجة بيقول لي ايه معنى المصطلحات التالية المقصود بيها، اللي هي symbolized، اللي هي الرموز اللي موجودة عندي، موجودة تحت عندك. يبقى أول مطلوب عندي أنا هقول المعنى بتاعها. طيب بعد كده calculate the value of each using the mortality table data. عايزني في تاني حاجة أحسب القيمة بتاعتي، بتاعت اللي أنا استخدمتها من عدد الوفيات اللي أنا أخدتهم في الجدول بتاعي. يبقى المطلوب الأولاني أنا عايزة what's meaning، ما المعنى بتاع الرموز بتاعتي. تاني حاجة أحسب الفاليو بتاع القيمة بتاعتي بتاعت كل رمز. solution بنشوف مع بعض الإجابة. بناخد واحنا عندنا هنا اللي اخدنا بس الرموز من اليمين، فاحنا هنشتغل زي ما الاجابة موجودة قدامنا، مفيش مشكلة. هنبدأ بالرمز الاولاني B48 equal، شوف مع بعض المعنى بتاعها. the life expectancy of a 48 years old can live until the age of 49. يعني بيقول لي هنا ده توقع الحياة لحد عنده 48 سنة، او بتوقع ان الشخص عنده 48 سنة هو هيعيش لغاية، او حتى العمر ايه، حتى العمر 49 سنة. then 48 equal L49 divided L48. فهنا عندي احنا كنا اخدنا الدالة المرة اللي فاتت. طيب بنجيب number of living 49 من from table، الجدول اللي فوق عندي. انا هنا عايزة living number 49 بطلع عند السن 49 اهوت، باخد العدد اللي هو تحتها number of living. طيب وبعدين المقام عندي مقسومة divided على ايه، على ال عند 48، ال عند 48
745 وبطلع الناتج. يبقى هنا عندي الخطوة التانية كالكوليت كان عايزني احسب ايه؟ ذا فاليو، كان عايزني احسب قيمة كل دالة عندي. طيب الاحتمال اللي بعد كده probability، ذا سكند probability، الاحتمال التاني في البداية بعمل ايه؟ برضو انا بفسر المعنى بتاعه زي ما كنا اخدناه في المحاضرة اللي فاتت. بنشوف مع بعض كده second probability، نشوف مع بعض كده الاحتمال التاني. The life expectancy of a 42 years old can live until he reaches the age of 45 years. يبقى هنا عندي الاحتمال التاني ان هو من المتوقع ان شخص عمره 42 سنة يعيش لحد لما يصل للسن 45. ده ليه؟ الشخص عندي هنا عمره 42 سنة. احنا شلنا الباور 1 اللي كان فوق وحطينا باور 3، حطينا أس 3 اللي هنا، اللي القصة عندي هنا 3. يبقى الفرق اللي بينه وبين الاحتمال اللي فوق ده ان الشخص ده كان هيعيش لمدة 1 years، سنة واحدة، اما هنا هيعيش لمدة 3 سنوات. فاذا الدالة عندي ب 42 باور 3 ايكوال ال 45 ديفايدد ال 42. بنطلع الجدول فوق بنشوف عندنا في التيبل بتاعنا number of living اللي عند السن 45، عدد الاحياء اللي عند السن 45 اهوت 858، وبنزل باخدهم وبقسمهم على عدد الأحياء اللي عند السن 42. كنا قلنا ملحوظة المرة اللي فاتت، قلنا إن أنا باستمرار المقام عندي بيكون LX، بس LX بكام؟ بنفس السن اللي الشخص متقدم فيه للتأمين. يعني هنا عندي البي عندي 42، عشان كده المقام 42. طب هنا البي عندي ب 48، الاكس ب 48، فانا باخد السن اللي هو مطلوب حساب الاحتمال لي بحطه باستمرار في المقام. بنشوف الدالة اللي بعد كده، واحنا ما خدناش بس بالترتيب، اخدنا الاسهل فالاسهل يعني، فاشتغلنا هنا كيو 43. بنشوف مع بعض what's the meaning، ايه المعنى بتاعها في البداية. The possibility of the death of a person age، دي عبارة عن احتمال وفاة لشخص عمره كام؟ 43 years، احتمال الوفاة لشخص عمره 43 سنة. midday between 43 and 44، يعني هو ربما يموت بين العمر اللي هو 43 لحد 44، يعني خلال السنة ديت. وبناخد التعويض بتاعنا، الدالة بتاعتي Q43 equal L43 minus L44 divided L43. فأنا باخد number of living
من الجدول المعطى عندي بنزل عند السن 43 خانة ال وباخد العدد. طيب فبطلع فوق بلاقيها 915 ماينس اللي باخد الرقم اللي أسفل العدد بتاعي عند السن عدد الأحياء اللي أسفل السن 44 بلاقيه 88 عند السن 888 وبقسمه على العدد اللي هو بتاع خانة ال بس تحت السن او الايدج بتاعي 43. بنفذ في البداية، بخلص البسط بتاعي، بخلص عملية الطرح والرقم اللي بيطلع بقسمه على البسط وبطلع الناتج بتاعي. فهنا في المرحلة الأولى أنا باخد بكتب الدالة وبعدين ببدأ أعوض عن كل رمز معايا. بعد كده احنا اخدنا البي 42 بي 48 وكيو 43، بنشوف مع بعض كده الرمز اللي عليه الدور عندنا. خدنا رقم 3. اللي بعد كده بشوف المعنى بتاع كيو 44 باور 5، احتمال الوفاة بتاعي لشخص عمره 44 سنة خلال الخمس سنوات. عايزين نركز ما بين الاحتمال بتاع الوفاة، عشان كده الترتيب جاي ما تحلش بنفس ترتيب المطلوب، على اساس ان انت تفهم الفرق اللي ما بين الدالة اللي هي الباور عندي 1 واللي الباور بتاعي ب 5 عشان نقدر نفرق ما بينهم. قلنا المقام باستمرار، هنا عندي في كيو 43 المقام قلنا باستمرار بكام؟ انا نقلتها بحيث ان احنا نقارن ما بينهم. اللي احنا اشتغلناها من شوية كانت الكيو 43، عشان كده حطيت تحت ال 43. طيب فوق كانت عندي وفاة خلال سنة، كان الباور بتاعي بكام؟ الباور بتاعي بون، فالبسط عندي كان الفرق بين السن 43 و44، يعني اخدت عدد الاحياء اللي عندي 43 ناقص عدد الاحياء اللي عندي كام؟ 44. اما المطلوب عندي هنا في الدالة الجديدة بتاعتي، مطلوب ايه؟ مطلوب احتمال الوفاة لشخص عمره 44 سنة باور 5. نشوف كده، اتفقنا ان المقام بتاعنا هيبقى ايه؟ عدد الاحياء number of living اللي عند السن اللي هو نفس المطلوب 44، تمام، اللي عند السن 44 زي دي بالظبط. طيب نطلع فوق في الدالة اللي هي المطلوبة اللي هي الدور عليها المرة دي، فبلاقي باخد برضو بطرح عدد الأحياء، رقم عدد الأحياء من الجدول اللي عند السن اللي هو ايه؟ اللي هو متقدم للتأمين عليه، بس هنا خلال عملت ماينس قد ايه؟
في السابقة كنت عاملة خلال سنة ماينس، زودت على ال 43 ايه؟ واحد بس، فبقت 44. اما هنا هعمل ايه؟ ماينس عدد الاحيال اللي عندي 49. ليه؟ لان هنا عندي الباور بفايف، اما هنا الباور كان بايه؟ الباور كان بوان. بتمنى الفرق يكون واضح بين الدالتين، بنرجعهم زي مكانه تاني على اساس اللي هيسمع المحاضرة ما يبقاش اتلخبط لما يشوف الترتيب كده. رجعناها لمكانها تاني في الترتيب بتاعها، بنشوف بقى المعنى بتاعها، لان احنا في البداية المفروض نكتب المعنى. The possibility of the death of a person age 44 and me die between 44 and 49 before completing 49. يعني ايه؟ عندي احتمال وفاة شخص عمره، احنا الجملة اللي فوق ما كتبناش شخص على فكرة، بتضيف لي كلمة of a person فوق، هنضيفها دلوقتي بالاحمر عشان تميزها. احتمال وفاة شخص عمره 44 سنة، كيو يعني ايه؟ احتمال وفاة، تمام، لشخص عمره كام؟ 44 سنة. العمر بتاع الايدج بتاع الشخص بيكون محطوط جنبها تحت. مي داي يعني هو احتمال يموت بقى بتوين، بين العمر كام؟ 44 والعمر 44 زائد 5 اللي هو العمر كام؟ 49. بين العمر 44 و49 قبل ما يكمل 49، أي قبل أن يصل إلى تمام السن 45. كنا شفنا الدالة بتاعتنا وعوضنا فيها، بنشوف بعد كده الاحتمال المطلوب عندي. الاحتمال الخامس اللي مطلوب عندي Q44 باور 2/3. قلنا المرة اللي فاتت ان دي مش 2/3، دي سلاش اللي هي شرطة، وكنا قلنا ان 3 يعني خلال، اما 2 دي اللي هي كان مقصود بيها عندي فترة التأجيل. في تعويض الدالة عندي، تعويض الدالة أنا بشتغل الجزء ده اللي هو كيو 44 و3، وبنسى 2/ دي، يعني أنا بأجل الاتنين دي دلوقتي على أساس إن الجزء ده مشابه تماما للجزء اللي فوق هنا. طيب مبدئيا المقام بتاعي، قلنا المقام باستمرار سواء احتمالات حياة او وفاة هتاخد نفس عدد الاحياء وبنفس السن اللي هو المطلوب للشخص عندي، تمام. يبقى المقام بتاعي في البداية اللي هو ال ايه؟ 44. طب البسط عندي هنا، احنا لو شايفين هنا دي 46 ودي 49، دول الفرق ما بين 46 و49 اللي هي كانت ايه؟ كان الباور اللي الاس القريب فوق الكيو على طول. يبقى هنا عندي، يبقى هنا اهي خلال اهي اللي ايه؟ كانت واخده الباور القريب. الفرق ما بين اول رقم وتاني رقم بياخد الباور القريب اللي عند الكيو، اتفقنا؟ طيب الاتنين دولت انا هعمل فيهم ايه؟ ده انا بقول لك شخص هيبقى مؤجل عندي لمدة فترة معينة اللي هي سنتين، فأنا بضيف السنتين على 44 هتبقى كام؟ 46. إذن البسط عندي الشخص ده
انا بحسب له هو هيموت في خلال سنتين، بس بعد ما يكمل 46 اللي هم 44 زائد 2. طيب خلال كام سنة؟ خلال 3 اللي هي البار القريب عندي. بنشوف المعنى بتاعها. The possibility of the death of a person age 44، احتمال وفاة لشخص عمره 44 سنة، may die between 46/49. الشخص احتمال ان هو يموت ما بين سن 46 اللي هي 44 زائد 2 46 شرطة، يعني خلال فترة من كذا لكذا. 49 اللي هي 49، 49 جت منين؟ 44 زائد 2 تبقى 46 زائد 3 تبقى 49 اللي هي عندي ال 49. before completing 49 يعني قبل ما يكمل، قبل ما يكمل السن 49 نفسه، وبعوض عن الدالة بتاعتي، بعوض من الجدول اللي هو المعطى عندنا. بنشوف الاحتمال السادس. طيب الاحتمال السادس معايا انا هنا البار بتاعي فاضي، يعني هو ايه فاضي؟ فاضي دي معناها ان انا محطوط هنا باور 1، يعني هي أس واحد. فالمقام بتاعي هناخده ايه؟ ال 44، عشان دي كيو 44، فاخدت نفس السن اللي هو المطلوب بره. بطلع في البسط بتاعي هي خلال سنة، بس خلال سنة من بداية سن الكام؟ يعني هي اهي خلال سنة من 46 ل 47، بس من بداية ايه؟ من بداية 46. ليه من بداية 46؟ لانه مؤجل بعد ال 44 سنتين، مؤجل سنتين، فانا بضيف الاتنين على 44 في البداية تبقى ال 46 لغاية ال 47. بنشوف معانا وبنعوض وبنطلع الناتج، وطبعا ما بننساش نكتب التفسير بتاعنا. بعد كده عندنا example 6، بنشوف المثال رقم 6. في المثال اللي فات احنا كنا جايبين الرمز وانا طالبة التفسير بتاعه، ممكن هنا عندنا نطلب العكس، يعني انا اجيب لك التفسير واقول لك اكتب لي الرمز. فهنا احنا عندنا لازم نبقى فاهمين كل رمز انا بفسره ازاي، عشان لو جالي التفسير انا اقدر اكتب الايه؟ اكتب الرمز. بنشوف مع بعض او بتشوفولي انتوا مثال رقم 6، وبتكتبولي في التعليقات كده ايه المشاكل اللي هي قابلتكو فيه. ناخد بكتب التفسير تحتها، انت بتعوض لي بالرمز، كونك عوضت بالرمز المفروض ان انا حافظة الدالة بتاعتها. لو ما جناش في التمرين، ما كانش معطى عندي جدول زي الجدول اللي كان فوق، فانا بكون جايبة اللايف تيبل بتاعي، بيكون موجود معايا في اخر ورقة الاسئلة زي ما اخدنا في المحاضرة السابقة. يبقى انا عندي هنا حالتين، يا اما اجيب لك الايدج بتاعتي والنمبر اوف ليفنج، او ان انا اجيب لايف تيبل كامل وانت بتشتغل منه. اشوفكم على خير باذن الله في المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.